يعتبر مركز باس لتدريب هندسة الطائرات أحد أهم المؤسسات التعليمية المتخصصة في مملكة البحرين لتهيئة الكوادر البحرينية في مجال الطيران. ويقدم المركز التابع لشركة خدمة مطار البحرين باس على مدار 4 سنوات برنامجا متخصصا في مجال هندسة صيانة الطائرات، يكتسب خلالها الطالب خبرة نظرية وعملية عميقة تؤهله ليكون مهندس صيانة طائرات. يعد مركز باس لتدريب صيانة الطائرات في مملكة البحرين من أفضل المراكز المحلية والإقليمية لدعم التعليم والتدريب على صيانة الطائرات وفتح المجال لاستقطاب الكوادر الوطنية والعالمية لتأهيلها لتكون منافسة في سوق العمل. نتواجد هنا في هذا المركز لنتعرف حول أبرز البرامج التعليمية التي يقدمها للمتدربين والطلبة. يلعب مركز باس لتدريب هندسة الطائرات دوراً جوهرياً وأساسياً باعتباره قلب صناعة الطيران في البحرين، ومنذ تأسيسه في عام 2006 حقق المركز العديد من الإنجازات والنجاحات الواضحة. يحظى المركز باعتراف مؤسسات الاعتماد المرموقة في العالم، بما في ذلك الاعتماد الكامل من قبل الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران. تم تأسيس المركز في عام 2006، وهذا ضمن استراتيجية شركة خدمات مطار البحرين بتقديم تدريب أوروبي عالمي، وذلك لتمكين فريق صيانة الطائرات للحصول على الرخصة الأوروبية. وهذا كان التزامنا والتزام الشركة بتقديم خدمة عالية الجودة في صيانة الطائرات. طبعاً مع مرور الوقت قررت الشركة فتح المجال للعامة اللي حاب إنه هو مهتم أو يبي ينخرط في مجال صيانة تدريب طائرات. طبعاً إحنا اليوم في مرحلة جداً شيقة، وإحنا اليوم نحتفل بحصولنا على آخر إنجازاتنا اللي هو اعتمادنا كمركز تدريب لصيانة الطائرات من قبل شؤون الطيران المدني البحريني تحت مظلة وزارة المواصلات والاتصالات. مركز باس لتدريب هندسة الطائرات معترف به دوليا ومتقدم تقنيا للتدريب الرسمي على هندسة الطائرات في مملكة البحرين، وهو يعد منظمة التدريب الثانية عالميا خارج الاتحاد الأوروبي والأولى في الشرق الأوسط وآسيا، الذي يحصل على اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران لتقديم مجموعة واسعة من الدورات المتخصصة والمعتمدة من وكالة سلامة الطيران الأوروبية أياسا، كما أنه حاصل على الاعتراف من هيئة جودة التعليم والتدريب في مملكة البحرين. أنا كنت واحد من المتدربين هنا في المركز قبل 15 سنة، والحين أنا واحد من المدربين هنا أدرب على المواد الأساسية والأنظمة الإلكترونية. صناعة تدريب هندسة الطائرات في المنطقة تشهد تطوراً ملحوظاً مع تزايد الطلب على المهندسين الفنيين. دور المركز في هذا السياق هو الزيادة من خلال تقديم برامج تدريبية متقدمة، ونحن نعمل على تلبية احتياجات السوق من خلال تحديث برامجنا وتطورها بالاستمرار لتتماشى مع أحدث التقنيات والمعايير العالية. أولاً أفتخر أني كوني خريج معهد باس تدريب هندسة الطائرات، اللي بديت في المعهد كمهندس متدرب، تدرجت في المناصب في شركة خدمات مطار البحرين، للحمد لله وصلت أني أدير فريق من المهندسين والفنيين المتخصصين اللي أغلبهم خريجين معهد باس. نعمل كفريق واحد لضمان جاهزية وصلاحية الطائرات للطيران وفق على معايير السلام. احنا في شركة خدمات مطار البحرين دائما نعتبر خريجي معهد باص الخيار الأول للتوظيف، وذلك بسبب جودة مخرجات التعليم والمنهج التعليمي اللي يواكب أحدث التطورات في عالم صيانة الطائرات وسوق العمل. هذا ويعد المركز مؤسسة تعليمية متخصصة في تهيئة الكوادر البحرينية في مجال الطيران من خلال تقديم مجموعة واسعة من البرامج المصممة لتنمية مهارات وقدرات الطلاب والمتدربين وتأهيلهم ليصبحوا محترفين في مجال هندسة الطيران في المستقبل.